نروح بقى نشوف أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. نبتديها مع منتخبنا، منتخب 2006. ما شاء الله عندنا 7 لاعبين من النادي الأهلي مواليد 2006 في معسكر منتخب الناشئين. منتخب الناشئين تحت قيادة الكابتن محمد وهبة. محمد وهبة هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني. كابتن محمد وهبة من المدربين المميزين اللي عنده خبرات كبيرة جدا في هذا السن. هنروح نشوف برضو يعني أسماء لاعبي النادي الأهلي اللي انضموا لمنتخب 2006. عندنا ما شاء الله زي ما بقول لحضراتكم في طفرة كبيرة السنة دي في قطاع الناشئين، ده من خلال النتائج وأيضا كمان من خلال اللعيبة اللي تنضم للمنتخب مصر. شفنا مع 2003، النهاردة بنشوف مع 2006 اللاعبين اللي انضموا. أحمد محمد عبدين مدافع، عندنا حسام عادل أيضا مدافع، عبد الله طاهر ده ظهير أيمن، إبراهيم عادل وسط ملعب، يوسف إسلام وسط ملعب، وهشام مصطفى وسط ملعب، وعمر سيد معوض جناح أيمن. بنتكلم في 7 لاعبين، بنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، يكون معسكر ناجح، يقدروا يكتسبوا خبرات دولية، إن منتخبات الناشئين أو الشباب الأولمبي يعني بتزود اللعيبة دي إنها تديها خبرات واحتكاكات دولية، فإن شاء الله كل التوفيق ونشوف عدد أكبر إن شاء الله من لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أيضا نروح بقى للأهلي 2005، مواليد 2005 تحت قيادة الكابتن شريف عبد الفضيل. 2005 بيقدر يفوز على فاركو 1-0. كانت المباراة خارج الديار، كانت المباراة موجودة في الإسكندرية. 2005 قدروا يفوزوا في مباراة صعبة بعد التعثر أمام الإسماعيلي، قدروا يرجعوا مرة تانية وهي دي شخصية البطل وقدروا يفوزوا. أقول لحضراتكم برضو تشكيل اللي بدأ المباراة. في حراسة المرمى حازم جمال، خط الدفاع يوسف جمال، عبد الله بستانجي، معتز محمد، طارق فوزي، خط الوسط يوسف عبد الحفيظ وده نجل الكابتن سيد عبد الحفيظ برضو من اللعيبة الجيدة، محمد سامح، أحمد عزت، سيف أيمن، سيف أيمن ده اللي أحرز هدف اللقاء، محمد عبد الله، وفي الهجوم سيف الطيب. شارك في الشوط الثاني محمد محمود الوحش، فارس خالد، ومحمد رأفت. عايز أقف عند الفرقة دي، الفرقة دي ما شاء الله فيها عناصر مميزة ولعيبة مميزة جدا. اللي أحرز هدف اللقاء سيف أيمن وهو من اللعيبة المميزة جدا في فريق 2005، من اللعيبة اللي احنا بنتنبأ ليها إن شاء الله من هنا ببرنامج الأشبال في يوم من الأيام اللعيب ده هيكون موجود في الدرجة الأولى، عنده شخصية النادي الأهلي وكمان من اللاعبين المميزين. بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. نروح أيضا لمنتخبنا الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب كان طيب قبل ما أروح للكابتن شوقي غريب ومنتخبنا الأولمبي، عندنا تعديل في موعد الجولة 6 بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003. ده هيكون إن شاء الله المباراة بدل هتقام يوم 22 نوفمبر الجاري بدلا من الخميس 18 نوفمبر، طبعا بسبب مشاركات منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا. منتخب 2003 فاز على موريتانيا 2-1 في بطولة شمال أفريقيا. المباراة الأولى كانت أمام منتخب ليبيا، مصر فازت 2-1. المباراة الثانية كانت أمام الجزائر فزنا 1-0، والمباراة الثالثة كانت أمام موريتانيا وفزنا فيها 2-1. منتخب مصر متصدر المجموعة الحمد لله، عندنا 9 نقاط. الجولة القادمة هتكون أمام منتخب تونس، ده بالنسبة لمنتخب كابتن محمود جابر منتخب 2003. بطولة مهمة، بطولة فيها اكتساب خبرات، بطولة دايما شمال أفريقيا، بطولة بتضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وكمان بتيجي فرق كمان ممكن تكون من خارج القارة الأفريقية، فدي فرصة جيدة لمنتخبنا منتخب 2003. الخبر اللي جاي خبر مهم جدا، الكابتن شوقي غريب نسعى لإفراز عناصر مميزة من الأولمبي للمنتخب الأول. وعايز أقف قدام المنتخب ده. كابتن شوقي غريب ابتدى معسكره من يوم 8 ليوم 13، ده المعسكر الأول اللي كان منتخبنا الأولمبي، وعمل معسكر تاني من يوم 13 ليوم 16. الفكرة الأول من المعسكرين، المعسكر من يوم 8 ل 13 كان لعناصر الدرجة الأولى في الدوري الممتاز، سواء لعيب أساسي أو احتياطي مع ناديه. المعسكر من يوم 13 ل 16 لدوري 2001. النهاردة الكابتن شوقي غريب بيزود المساحة النهاردة وبيدي فرص لكل فرق الشباب أو كل لاعبي الشباب في الأندية علشان يقدر يقف النهاردة
على التشكيل بتاعه. لسه في فتره، لكن النهارده عايز النهارده يقدر يشوف كل اللعيبه. الجهاز الفني منتشر مع كل المباريات، كابتن وائل رياض، الكابتن معتمد جمال، الكابتن كمال عبد الواحد، الكابتن شوقي غريب، عشان يقدروا يشاركوا ويشوفوا كل اللعيبه.